يسعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم ولا فيه شويه ديال الصفا مره فعامه النواحي في الاحياء ديالنا ما عدا في جنوب المنطقه الشرقيه فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يعطي اشتوات الخير في غرب الخط الحسيمه زعاسة ويمكن يطيح شويه ديال الثلج في الاطلس المتوسط الريح غادي يصوت غربي وبقوه مجهده شويه في جل المناطق ما عدا في تادله فاش غادي يصوت بقوه معتدله الرطوبه في الجو طالعه ما بين 60 و85% في غالب النواحي وما هابطه على 50% الا في بعض المناطق الوسطانيه والشرقيه الحراره وسط النهار غادي تعاود تهبط بشي درجات في النواحي الجبليه 11 درجه في الاطلس المتوسط 16 درجه في اللوكوس سايس وناحيه الشاويه 17 درجه في عبده وناحيه تادله 18 درجه في الغرب دكاله وناحيه الحوز 19 درجه في ناحيه سوس 20 درجه في ناحيه الدرعه 22 درجه في واد الذهب 23 درجه في الساقيه الحمراء 24 درجه في الريف والمنطقه الشرقيه و25 درجه في ناحيه التافيلات إذن الحال مغيم وفيه اشتوات الخير في غالب النواحي الغربيه والشماليه ويمكن حتى شويه ديال الثلج في الاطلس المتوسط الريح غربي وبقوه مجهده شويه والرطوبه طالعه والحراره معتدله في المناطق الجنوبيه وهابطه شويه في النواحي الشماليه والغربيه وهذا الطقس غادي يدفع الاراضي الراكده وبلاد الرعايه باش يعطيو بزاف ديال الربيع والاعشاب اللي يمكن الكسيبات تقوت بها من بعد ما تطلع وتورق مزيان لكن خاص الاخوان الكسابه يردوا البال مع بعض الامراض اللي تتشد في الخرفان وفي الكسيبه من سبب الدود اللي يتكاثر في الربيع والاعشاب من بعد الشتاء وهذا علاش لازم خاصهم يستشروا مع شي طبيب بيطري قبل ما توقع الواقعه في الكسيبه ديالهم وان شاء الله بالتوفيق والله يزيد رحمنا